بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هناخد عنوان فيها ممكن نعمله على حلقتين بس مرة مثلا الأسبوع ده ومرة يعني يبقى الحد الجاي بحيث إن احنا عندنا لسه حلقات التربية عايزين نكمل فيها. في البداية برضو بحب أنبه علشان لما بنيجي ننبه في الآخر الناس ما بتلحقش. أدي احنا بننبه في الأول إن الرقم بتاع الحلقة بتاعتنا هتلاقوه موجود ده الرقم اتغير وموجود عندكم على الشاشة هيظهر كمان شوية والمفروض إن الرقم ده اللي بتوصلوا لنا أو بتتواصلوا معانا عليه بتبعتوا المشاكل أو بتقولوا عايز أكلم الدكتورة بيقوم فريق الإعداد هو اللي بيتصل بيكوا تمام كده ده رقم التواصل عن طريق الواتس. بصوا يا جماعة الموضوع بتاع النهاردة يعني الواحد صراحة يعني كان بياخد فترة كده من الزمن يتحرج انه يتكلم في الامور ديت وخصوصا لو هي مثلا تمس مثلا كبيرة من الكبائر حد من الحدود لكن لانتشار المشكلة والمشاكل اللي بتيجي بعديها ولو استغفر الله لو حصل وهقول لكم توابع النتائج السلبية اللي ممكن تحصل عليها بعد المشكلة دي طبعا بيضطرنا ان احنا لازم نقول انكار المشكلة اسمعوا انكار المشكلة ما بيساعدش على حلها او ان انا مثلا اقول لا اصلها مش موجودة او الامر لا ما ينفعش ان انا نتكلم في الحق او الامر لا شديد ما ينفع لا 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 انكار ذات نفسه ما يساعدنيش على الحل لكن اللي يساعدني على الحل يا جماعة ان انا اقر ان في مشكلة حقيقية خاصة مثلا بضوابط معينة وان لو تم انتهاك الضوابط ديت بتحصل بقى الكارثة الكبيرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. انا هتكلم النهاردة عن فترة الخطوبة وضوابطها. لو تفتكروا قبل كده احنا عملنا 3 حلقات على الأربعين سؤال اللي بتتقال في فترة الخطوبة وقلنا وقسمناهم المفروض أعمل إيه وأسأل إيه وأقول إيه لكن النهاردة أنا ما بتكلمش عليك النهاردة أنا هقول لكم المشكلة اللي جت وتستحلفني بالله مرة واتنين طبعا أنا بجاوب خاص لو هي حاجة كده لكن لما لقيها مثلا الموضوع تعدى أكتر من 150 حاجة أو 100 حاجة يعني 148 149 في نفس الإطار ده ولو توابع يعني اللي أنا المشكلة أنا أقولها لكم النهاردة دي أقل درجة من درجات المشكلة أقل درجة أعلى درجة هقولها لكم وهنقول طبعا إزاي نتصرف. إحنا يهمنا إن إحنا ما نوصف المشكلة خلاص حطينا إيدينا على المشكلة هي خلاص طب بعدين أعمل إيه هو ده لكن اقعد بقى وصل اللي حصل وصل الاخطاء وصل الدنيا وصل الحكايه وصل الروايه وصل هما السبب وصل السبب لا 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 كده ما تعرفيش تحلي ونبقى بنطلع ايه عارفين ايه نحكي بقى ونعمل حكاوي لا لا احنا لا بنطلع نحكي ولا احنا بنقول ادي الاصل وادي اسبابها وادي طرق العلاج حتى في التربيه وانا متعمده معاكم في حلقات التربيه برضو لما بتيجي مشكله خاصه بالتربيه انا ما بقولكيش ادي وتنظرها وتوصفها ودي خصائص ماليش دعوه بكده لو حصل موقف ده اعمل ايه لو حصل كده وابني اعمل ايه الحل وايه الحاجات اللي تجنبني اصل المشكله هي كانت بتقول انا انها كانت مخطوبه لشاب وموعد جوازهم بعد شهر ولكن عملت الكبيره حد من الحدود وهي وهو وفقدت على اثرها انها ما بقتش بنت يعني خلاص وهم اتجوزوا خلاص بعد الشهر ده بتقول بس بعد الزواج ضميرها مأنبها جدا 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 وبتعيط ومنهاره لاحساسها بالذنب وبتكلم زوجها على الامر ده لا خلاص انا صلحت الغلط يعني احنا اتجوزنا خلاص بس بتقول انا حزينه جدا والذنب يعتصر قلبها ومخليها منهاره جدا فبتقول لي كده بالنص بالله عليكي واستحلفك بالغالي ساعديني. بصوا يا جماعه خليني اقصل لك الكلام ونشوف كل نقطه احنا ممكن نعمل فيها ايه وايه الشبهه ما بين جلد الذات وما بين تانيب الضمير. بص انا معاكي ان ده ذنب كبير جدا
وحد حد وزمد وبقول لكم كده الله رسم الحدود اهو، بره الحدود حق لألغام، ما تطلعيش بره الحد. ذنب كبير ومحتاج توبه ومحتاج خطوات بعد التوبه. لكن خليني اقول لك اول نصيحه، اول نصيحه في مشكلتك دي ان الذنوب والكبائر ما بيكفرهاش، لا يكفرها ولا ينفعها، جلد الذات بس، جلد الذات بس بدون خطوات بعديها. بس لازم وحتما ولابد تأنيب الضمير، احساسه بالندم الشديد وده موجود، بس التأنيب الضمير اللي يحصل ايه بعديها اسمه عشان الغلط اللي بيحصل يدفعه بعده عمل، لازم عمل بعد تأنيب الضمير، مش بس احساس وانا منكسره وانا مقهوره وانا بجلد ذاتي. حلو جميل، الذله لله ده جميله، والاحساس انك مكسور لله يتبعه عمل، ما بقاش واقف محلك سر، لان ممكن ما تطلعيش بره دايره الحزن دي اصلا وتفضلي محلك سر في الذنب ده واثار الذنب ده. خلوا بالكم في فرق ما بين تأنيب بالضمير والندم على الذنب اللي حصل، ودي كبيره، مصيبه كبيره من الكبائر وحد من الحدود، وان انا اتبعه بتوبه وشروط التوبه والخطوات بعديها وهنقولها ان شاء الله وهشرحها لكم النهارده، وفرق تاني كبير بينه وبين جلد الزاد اللي يكسر العبد ومبقاش كسره. لا للاسف الكسره دي ما تخلكش اصلا لا تتوب او بتتوب غلط، على فكره مش هقول لك يا في توبه غلط اه انا ندمان وخلاص ما انا كده خلاص ندمان وانت، لا لا، ده في خطوات للتوبة، وفرق انك تبقى منكسر وقلبك حزين لله سبحانه وتعالى وفي ذلة لله فيدفعك للصلح مع ربنا سبحانه وتعالى، وبين انك تجلد زادك وما بتاخدش خطوة للإصلاح الغلط ده. خلينا نفرق ما بين الأمرين دول عشان دولت يعني يعتبر أساس الموضوع. التوبة الصادقة بتعمل ايه؟ بتحرك صاحبها وقلب صاحبها للطاعة، عمل الصالحات بتحركه للإصلاح، يصلح حياته ويجعل حياته مباركة ويبقى فيها فرحة. الله يفرح بتوبة العبد. ايه الفرحة دي؟ ان حال الإنسان قبل الذنب، حاله قبل هو ما بيعمل الذنب يبقى أفضل بكتير جدا من بعد ما هو عمل الذنب. بعد الذنب بيبقى أكتر لأنه بيتسعد على التوبة ويصلح حاله ويخلص ويتجنب كده، وأن الله سبحانه وتعالى يرى صاحب التوبة ده في صفوف الطائعين، الناس اللي يعني واللي بينفع نفسهم وينفعوا غيرهم، مش بقى الغفلانين وأهل الغفلة والقنوط واليأس. لأ، الواجب لما تيجي تندم وتتوب انك تتذكر الذنب ده فيحصل كسره كده وذله لله سبحانه وتعالى. لكن لو انا اسرفت مثلا في مثلا انا خلاص بقى طعت ربنا وانا بقيت اعمل الحسنات وانا كذا ويبقى في بقى امل في الرجاء ما هيغفر لي هيغفر لي، لا، او الواحد يعجبه الطاعه بتاعته او يجد في قلبه يعني كبر على الناس، لا، ساعتها افتكر الذنب وشوف انت عملت ايه، افتكر وانكسر لله سبحانه وتعالى. لكن ذكر الذنب خارج الحدود دي نوع من انواع بقى ايه، عارفه اللي بيقعدوا يعيطوا وينوحوا عويل وهو كده ما بيفتش. عند القاعده الشرعيه في الامر واضحه جدا، ان الحسنات، اسمعوا عشان بس ما نقعدش نقول كلام كده ونضيع ناس ويبقى لها فرصه انها تعود لربنا ونيأسها من انها تعود لربنا. القاعده الشرعيه بتقول ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني كان ترك الطاعة أعظم من أن أفعل الذنب. مجرد أن أنا بترك طاعة، أنا كنت على طاعة معلش سامحوني، بترك طاعة وأعمل ذنب، لا، تركك للطاعة أشد. كان شيخ الإسلام بين الأمر ده، اسمعوا معايا بقى عشان أقول لكم لفتة تحفة جدا وبتبقى يعني فرصة جميلة جدا 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 لكل حد عمل ذنب. عمل إيه؟ عمل سبعة من الكبائر، عمل حاجة من السبعة اسمها السبعة المهلكات الموبقات، كبير كبيرة من الكبائر، مش ذنب هقعد أتوضى وأستغفر عليها. أقول لكم الآية بتقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لإيه؟ ذكرى للذاكرين. من أجمل ما قرأت في لطائف القرآن كانت على فكرة اللطيفة دي في بداية كتاب عن القرآن، يعني كانت دي المقدمة بس، وجايبين لطيفة جدا جدا بتقول ايه، بشرى لينا على فكرة وكل اللي عايز يبقى في معية النبي عليه الصلاة والسلام وفي مغفرة ربنا سبحانه وتعالى ويناله الرحمة والمغفرة عشان تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضمن الله لك ذلك يوم لا يخزي، اسمع الآية بتقول يوم لا يخزي الله النبي ها والذين آمنوا معه. ايه ده؟ المفروض الذين آمنوا به، قال معه ولم يقل به. ليه؟ كلنا مؤمنين بالله وبرسوله، ولكن اختص فئة معينة. الفئة دي هتكون مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. مين هم؟ مين الناس دي؟ بص الجواب بقى في الآية التحفة الجميلة دي بتقول ايه بقى الآية الكريمة، إن ربك يعلم
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من الذين إيه؟ معك. طائفة من الذين معك هم دول أصحاب قيام الليل، استحقوا أنهم يكونوا في معية ربنا سبحانه وتعالى وفي معية الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لأصحاب القيام. وكان بقى مش ليلة ولا اتنين، لا ده كل ليلة. جعلنا الله وإياكم منهم، قولوا أمين. إن الحسنات يذهبن السيئات. كده قبلها إيه؟ أقم الصلاة. قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل بيكفر الذنوب، مش أي ذنوب، حتى لو ذنوب الخلوات قيام الليل يكفرها. قيام الليل يكفر المعاصي والذنوب الكبيرة. قيام الليل للي عايز ربنا يحبه واللي بيحبه ربنا. طيب دي إجابة السؤال الأولاني. يبقى معيش في جلد الذات، أتبع التوبة الندم وأتبعها بعمل صالح، والحسرة والذلة في قلبي تبعني للإيه؟ للأمر. ده إجابة سؤالك. أنا بنهار من الذنب، يبقى أتوب. وأتوب إزاي؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات، كان قبليها إيه؟ زلفا من الليل، تصلوا قيام الليل. ده الحل. وادعو الله سبحانه وتعالى طالما سترك ما تتكلميش في الامر ده تاني خالص، لا تحكي فيه مع زوجك ولا تحكي لحد ولا تبعتي، انا جاوبتك اهو بس، وبينك وما بين ربنا، وتوبي واعملي الكلام ده وصلي قيام يا بنتي كل ليله ركعتين قبل النوم. بعد المغرب بيحسب صلاه اوابين، بتحسب قيام. بعد العشاء بتحسب قيام. سيدنا ابو بكر كان بيصلي بعد العشاء، وامي ربنا وقولي له خلاص يا رب، والله سامحني يا رب، يا الله يا رب يعني غراني سترك المستور عليا يا رب، والله ما تجرؤا عليك يا رب ولا استهان بك، ولكن غراني سترك يا رب، يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا. هو ده. طيب علشان نتجنب بقى الوقوع في معصية كبيرة زي دي، لازم نعرف فترة الخطوبة ايه اللي لها وايه اللي عليها، ايه ضوابطها. يقول لك انت خطيبتي مراتي، يا ابني جبت الكلام ده منين؟ لا انا هجيب لكم نص كلام فتوى الشيخ المقدم. قال هما اجنبيان عن بعضهما فلا يراه ولا ترى الا لحاجة وبحضور أحد محارمها، لأنه لا يجوز لها الخلوة ولا الخروج معها إلا بمحرم، ما فيش خلوة ما بينه، ولا التكلم بعبارات الحب والغزل وكده. ده نص كلام الشيخ على فكرة في فتوى. ألا تكون هناك خلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان سلسهم. ألا يحدث بينهما مصافحة، وإيدك بقى واللمس والهمس والقصص اللي ابتدى مش الإيد بس، مش عايزة أقول لكم، وهنقول على الشبهات دلوقتي. الالتزام بغض البصر، معقولة غض بصري عنها؟ اه مش خلاص قلت وخلاص وافقت واستخرت وحصل قبول، خلاص بتغض بصرك عنها. على فكرة ده صح. طب ايه اعقد يا عم، عايز تشوفها وتتعيشوا بقى الحياة الجميلة، اعقد. لإما استأذن أبوها يلا خلاص وعجل بالبناء. ما يكونش هناك في شهوة في القلب، يعني لهم الاثنين أو واحد منهم يعني ينظر إليها بشهوة، أو يكون في قلبه شهوة لما بيجي يكلمها أو يبقى موجود. وما يكونش من المرأة اللي هي المخطوبة في خضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرة. وانك تكون المرأة بكامل حجابها، مش خطيبي بقى فالدنيا بقت ما شاء الله، لا بكامل حجابها. كان في قبل ما اقول لكم على الشروط، ان لو اتحققت الشروط دي ان شاء الله ما تكونش فتنة، بس خليني اقول لكم كان في سنة 2012 حصلت حاجة عجيبة جدا هحكي لكم عنها دلوقتي. كان السوشيال ميديا يعني كان كله بيتكلم، كله يعمل منشن لكل المستشارين بقى اللي لهم في الأسرة والتربية والكلام ده، منشن مش خش ردوا على العالم دي والمشايخ والدنيا كلها، دول ضربوا في دول ودول بتاع علم النفس ضربوا كله كده. خلينا اشرح لكم بس في الحتة دي، نقف شوية. وحصل ايه بقى؟ حصل ان في حد طالب من طلبة العلم تقريبا هو فقه حنفي وبتوع الشافعية دخلوا. والمهم اللي حصلت الأزمة على ايه؟ انه بيقول لا ينفع الخاطب لما يروح لخطيبته ان مش عارفة ما تبقاش بحجابها، يعني لو هي لابسة خمار تخلع الخمار وده من حق. لا والناس التانية قال ده رأيه، الرأي انها تخش مثلا تبقى لابسة تايير، حتى نص الكلام قال انها ممكن تبقى لابسة تايير، ولو طلب ان هو يبقى التايير مش طويل يعني جزء من الساق باين، قال كده نص الكلام اللي كاتبه. وقعدوا بقى يتكلموا في الكلام ده، والشافعية يردوا والحنفية يردوا والكلام ده. خليني بقى اسيبكم من العالم بتوع طلبة العلم، ربنا يعينهم. خليني اقول لكم الامر ده دلوقتي. هو ايه اللي حصل لما سيدنا جابر بن عبد الله راح علشان يتزوج؟ تسلق شجرة ورآها إيه بدون مع علم ليها، وشافها وهي في طريقها فين؟ راح المغسل في طريقها، فشافه صحابي قال له أنت قاف في الشجرة بتبص، والله لست أقول للرسول السلام عليك
والله لا اقول الرسول عليه السلام عليه. فلم ينكر الرسول عليه الصلاه والسلام على جابر بن عبد الله انه يراه. فالاصل انت عايز تشوفها شوفها بره البيت بدون علمها وبدون ما تاخد بالها. البنات بتتاثر بالكلام ده، لكن الولد يقول لك لا ما حصلش قبول، ما حصل. لا هي تتاذى نفسيا ولا انت نفس الكلام، وانت كده كده ولد ما بيعجبكش شيء يعني، انت راجل يعني. فشوفها بره، حصل قبول يا ابني، وبتستخير عليها وبتستخير على القبول والكلام ده، خلاص لا ارتحت الشكل كده، اه لا الدنيا تمام، طب يلا بينا. دخلت البيت واتكلمت مع ابوها وعملت الحدود اللي احنا قلنا عليها، مفيش لمس مفيش كذا. الشبهات اللي بتحصل بقى، كلام الشات، كلام الشات يقول لك ما انا خلاص وقرينا فاتحه، طب بعد ما قريت الفاتحه كلام الشات والتليفون انت فين؟ قولي لك من 5:30 برن عليكي، كنت اونلاين، كنت اونلاين وانت عماله ابعت لك وانت ما رديتيش. يا ابني بتفتح الابلكيشن ولو سبته مفتوح ما عملتلوش غلق للابلكيشن بيبان انها اونلاين، عارفين المعلومه دي خصوصا في الايفونات بيبان اونلاين. لا ما هو انت كنت كذا وما رديتيش، كنت بتكلمي مين؟ لا ده انت كنت سهرانه، لا مالكيش، لا ما تروحيش فرح بنت عم، لا ما تروحيش الفرح علشان هيبقى فيه ابن عم ابوك اللي ابن خاله اللي مرات ما اعرفش مين، جارتكم اللي كان عايز يتجوزك من مش عارفه كام سنه. ملوش ان يقول الكلام ده، ملوش، ملوش انه يقول تنزلي فين وما تنزليش فين وتروحي فين. ما الخطبه ما هي الا ايه؟ وعد بالزواج، وعد يعني غريب اه، يعني اجنبي اه، زيه زي بتاع الانابيب اللي ماشي في الشارع، هو كده ينفع بتاع الانابيب يجي يقول لك مش عارفه اعملي ايه وروحي ايه، زيه زي الناس اللي هو كده، ما وعد بالزواج. ولم وما فيش راي فقهي بيقول ان هو له عليها ولايه الا اذا كانت في مكان بره البيت ومكان ما فيهاش لها محرم ولا ولي، فينفع ان هو هي تتخذه في الفتره دي مسافه لحد ما يوصلها البيت فقط. لكن يجي بقى يتحكم فيها ويقول لها ما اعملي وما تعمليش وكذا وكذا، لا ده انت مراتي قدام ربنا، انت مين اللي مرتها لك يا ابني دلوقتي؟ يعني مين اللي خلاها زوجتك دلوقتي؟ واعملي ووريه كذا وحقي، وانت بتاعتي وانت مرأة بتاعتك، ومنين الكلام ده غلط. والناس بتتعامل في الخطوبه كانه زواج وكانه خلاص، لا لا ما هو الا وعد بالزواج. يقعد معاكي في وجود المحرم، ويقعد معاكي في وجود اهلك وفي وجود اخوك وفي وجود ابوك، عايز يكلمك شات باسوردك حبيبتي مع البشريه يفتحوه في اي وقت، لا يستحي يتكلم في الكلام، ولكن كلام لا يستحى منه. لا تستحيش انت كواحده مخطوبه او كده ان ابوك يسمع الكلام ده، ملوش انه يقول لك بحبك وحشتيني ودبت فيك ومش عارفه خطوتك كانت ايه، طب انت فين وقاعده فين وقاعده ازاي، لا قاعده ولا نايمه، طب نايمه ايه، الدنيا حر، طب لابسه ايه، طب ما كل القصص العظيمه اللي ما هيش عظيمه خالص عشان تأدي في الاخر انا ما بقتش بنت بنوت. انا قلت لكم ان المشكله دي اقل الدرجات، اعلى الدرجات انها حملت منه ومات قبل جوازهم باسبوع، مات العريس، مات الخطيب اللي هي حامل منه قبل الدخله باسبوع، وبقت مشكله نروح فين ونكلمي مين وتعملي مين، جبنا الام بس وبتاع مش عارفه ايه. وصاحبه قال وفاء لصاحبي هستر عليها وتزوجها. ليه نوصل لمشاكل يعني ونضطر لحلول ونضطر لامور طالما تعدينا مربع حدود ربنا سبحانه وتعالى وهو كرمك؟ اوعي ترخصي نفسك والله مهما كان يقول لك بحبك والكلام المعسول وكذا، والبنات اصلا تقول لك كلمه ما بيقولهاش، هو مش شرط يعني، هو لسه ما قالش بحبك ولا بس انت كذا وانت شغله بس خلاص عندها استعداد مش عارفه ايه، الا مراحم رب المتربيه اللي طالعه من بيت قال الله وقال رسول الله وربنا في حياتها والحدود في قدامها وخيانتها لله عز وجل في الاول والابوها اللي مستامنها والامها اللي مستامناها. ليه نضطر لحاجه زي كده يا جماعه؟ ما نضطرش للكلام ده. حدود، عندي حدود، هو اجنبي عني، ما ينفعش خلو، ما ينفعش يكلمني في كلام خارج، ما ينفعش يقول لي ما ينفعش يقول لي توسطي لابوك عشان ما اعرفش الاتفاق الفلاني، اتفاقك كان مع رجاله يا ابني، عايز تخلص بتاع روح للرجال زي بتفصيله. انتوا فاهمين الكلام ده ولا لا؟ عشان ما تجيش مش تبكي، ده انت هيبقى نازل الدموع دم كده من سواء لا قدر الله حصل جد او لا ما حصلش. فمالوش ان هو لا يلمسك ولا يقول لك ولا الكلام ده. ووالله ثم والله وبالله وطالله ان ما في ولد بيلمس بنت حتى لو كانت هي مقرفه حتة عليه ولا كذا ويلمسها في حرم بدون حق من الله ادى اليها ان هو يلمسها الا وتحول الامر ده لكره ليها. قلت
تقول لك ده احنا واخدين بعض على حب، ده احنا 5 سنين ما اعرفش عاملين ايه ودوسنا في الحلل وما اعرفش طلعني ايه والكلام اللي بنسمعه ده، وبعد ما خلصنا الدنيا دي كلها كرهني، كرهوا بعض، ما كملوش 6 أشهر زواج، ليه؟ أفمن أسس بنيانه، ما لازم البنيان ده يبقى على تقوى وعلى صلاح. على تقوى وعلى صلاح، اوعي ترخصي نفسك. اوعي ترخصي، ما تسمحيلوش، مهما كنت بتحبيه. مهما كده قولي له في البناء إن شاء الله بإذن الله لك ما تقر به عينك والله، أما ده لأ. وطول ما أنت معززة نفسك، طول ما أنت ما شاء الله عليك، طول ما أنت معززة نفسك كده، وطول ما أنت ممتنعة على راسه شايلها للأصيلة الصالحة. الصالحة في أداب للخطبة، في أداب للخطبة. أنا بصلي صلاة استخارة وأدعو الله سبحانه، اللهم إن كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة طول فقدره لي ويسره لي، وإن كان يا رب شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة فاصرفه عني واصرفني عنه، لأن تعلق القلوب مصيبة من المصائب. والاستشارة نستشير أصحاب الخبرة المؤتمنين، الصادق المؤتمن هو ده. بنختار الطرف، تختار الراجل على اساس الدين والخلق، واوعي تنسوا الميزانين دول واحفظوهم، خلق ودين، مش دين بس، اصله بيصلي، اصله مش عارفه ايه، اصله لا 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 لازم اثر الصلاه واللعيه والجمال والصوم والمسجد كل ده يبان على ايه؟ على الخلق، على المعاملات، بيتكلم ازاي، بيتعامل بايده ازاي، بيضرب، بيلطش، بيقول لي كذا، مش عارفه ايه ده، كرهني، مش عارفه هو كاني عدوته، ده مش عارف. لان اثر العباده ما بانش على الجوارح. صايم وبيسب ويشتم ويلعن ومش عارف، فليس الله في حاجه ان يضع طعامه وشرابه وايه جت على لا لا روح اشرب يا ابني، روح اشرب واعمل يا ابني بتاع. ليه؟ لانه معامله لازم يبان. تاني، اوعي ترخصي نفسك، اوعي ترخصي نفسك، اوعي تستجيبي مهما كنت بتحبيه، مهما قالك من كلام معسول، مهما مهما مهما. الصبر على الامر اذاقه الله ايه حلاوه للايمان، بتحسيها في قلبك وفي امرك وبيبارك لك في الزيج، خلاف كده لا. لو عايزها انت كمان حلال ما تلمسهاش وما تقولش كلام حرام ولا تستغل حد. ما احنا قرينا فاتحه، ما احنا خلاص والله هتجوزها امام الله والله ونيتي وكذا وكذا، ايش ايش احنا عامل القيامه قامت مثلا، الزلزال جه خد نص البيت ده وساب نص البيت ده، تتساب هي بقى كده وما بتتنساش. تعالى اما اقول لك على حته خاصه بالبنات، ما بتتنساش البنت اللي اتلمست قبل زواجها. تاني، البنت اللي اتلمست في الحرام قبل زواجها مهما كان درجة اللمس من أقل درجة لآخر درجة، بتعاني وبنقعد نعالج 6 شهور لسنة كاملة بأثر معاناة لمسة زوجها الحلال بقى اللي جالها، علشان هي بتقارن باللمسة استغفر الله اللي حصلت قبل كده، بيعانوا نفسيا، بتعاني نفسيا، ولازم بتقول لي بتيجي صورة فلان كارثه. طب انا كده فاكرين لما قلنا ان الراجل راح قال لزوجته ما احلاكي في الحرام وبتاع، وزوجته راحت هو خد سيئات انه كان يظن انها امراه اخرى، وهي ما خدت لان هي عارفه ان ده زوجها. مجرد الفكر في 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 في, في امر العلاقه الخاصه بحد خلاف زوجك ولا حد خلاف زوجك ولا حد خلاف زوجتك، تقسم تقسم انت مين اللي في دماغك. عشان كده الناس اللي ما شاء الله بتتفرج بقى، والناس اللي شاي طلقة بصرها، والناس اللي عاملة كارثة عايشين في كوارث. ما ترخصيش نفسك، وخلي يا بنتي خليكي عزيزة كده زي ما الإسلام كرمك وعزك، خلي عزتك وأول لمسة وأول كلمة بحبك وأول مشاعر تطلع من قلبك لحلالك للراجل اللي جه خبط على الباب، الراجل اللي عارف قيمتك وقدرك وراح لابوكي ما خدكيش من بره او كذا. انا عايزه اقول لكم ان في مجموعه لا يستهان بها، يخش بالشوكولاته الغاليه جدا وكذا، ونقرا فاتحه بسم الله، اخلص جيش بقى ان شاء الله، معايا سنه ونص اهو ولا سنتين ومش عارفه معايا ايه وكذا، فقدامنا سنتين تكون هي في ثالثه ولا في رابعه، نيجي وداخل طالع في البيت على المقابله دي، وهو ناوي ايه؟ مش ناوي، هو ناوي بس مش عايزه اقول كلام مش كويس، عايز يخرج ويتفسح ويعمل وبتاع وخلاص، بتخلص على كده بايه؟ بعلبه شوكولاته. لا لكل اب وكل، لا لا، اهله يجوا ونشوف الاتفاقات، واقصى حاجه تنكح المراه لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يدك. كلمنا ان في 40 سؤال، فاكرين الحلقات دي ارجعوا لها تاني، ان فتره الخطوبه اتكلم في ايه واقول على ايه وايه اللي واللي اساله
علاقته بأهله، علاقته بالشغل، العلاقة بالتربية، هنعمل إزاي، هنخرج إزاي، مين مرجعيتنا ده، لكن تأمرها وتنهاها ويبقى ده كأنه فرض عليها، لا لا لا، أو ده أقول لك رأيي وتلتزمي بيه، لا، مالكش إنك تلمسها، تسمع كلام أبوها، لا تسمع، لا تسمع كلام أبوها، لأن أبوها هو لسه الولي، ما تبقى بيتك تسمع كلام، خلي بالك يعني، وانت كمان خلي بالك دي مش زوجتك، مجرد وعد بالزواج، اوعي ترخصي نفسك مهما كنت بتحبيه، وخلي اللمسة الأولى لزوجك حلالك. أدعو الله سبحانه وتعالى للبنات كلها يجوزهم التقي النقي يا رب، ويحفظهم ويحفظ بنات الأمة ونساء الأمة، اللهم أمين. فاصل قصير إن شاء الله ونرجع مع بعض ناخد اتصالك، فاصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده بسرعة الأسئلة اللي موجودة على البث. أسماء خالد بتقول يا دكتورة بعتلك رسالة على الأسق. بص يا أسماء، تعالى ما أقول لك على تعالى ما أشتكي لك يا أسماء. أسئلة الأسق أسئلة يعني طبعا لما بتجاوب بتظهر السؤال على الصفحة، فهم بيقولوا لا الأسئلة دي خاصة، لو سمحت يا دكتورة ما تجاوبيش على الصفحة. فعبال ما اكتشفت إن لازم أعمل مش عارفة خاصيتي عشان يظهر للي بيسأل، بس أسئلة وحشة جدا. وطبعا عشان الاسك انت ما بتبقيش معروف، لا شرط اكونت ولا اسم ولا الكلام ده، فطبعا الناس بتقول على مشاكل جامده جدا. انا يعني والله مشكله من المشكلات تنتني اصلي ليل قيام الركعات طلب حاجه، يا رب حللهم، يا رب ما توقعش في الغلط، يا رب ما توقعش في الحرام، يعني عشان بس مجرد بس يعني الفاجعه بتاعت الاسئله. فخلينا اخد الاسئله يعني بالترتيب، وان شاء الله باذن الله يا بجاوب منها على في الحلقه، يا بجاوب يوم الجمعه تقريبا ان شاء الله في حلقه اسئله الاسك. وان شاء الله هناخد النهارده سؤالين من الاسئله ده، الله سبحانه وتعالى يكون سؤالك منهم. دكتوره انا بموت فيكي فاطمه، وانا كمان يا فاطمه جزاك الله خيرا، بحب اسم فاطمه جدا. وقولي لي ازاي اجيب امتياز في كليه لغه عربيه ازهر. اعربي القران للي عايز يتميز في لغة عربية، واللي عايز يتميز في علوم اللغة عامة اعربه، هاتوا كتاب اعراب القرآن وشوف الاعراب عامل ازاي. في كمان كتاب للنحو الفاضل السمرائي، هاتي الحاجات اللي خاصة بس بالقرآن واعراب القرآن، هتبقي بصي مش مدقق لغوي بس، انت هتبقي متميزة جدا جدا في اللغة. الله سبحانه وتعالى يجعلك من اول الدنيا والاخرة. خالد حسان بيقول الكل في غفلة، المال والانترنت والتواصل والسهر حتى الصبح والموضة. والله الله سبحانه وتعالى الافاقة للأمة، اللهم امين. طيب بناخد كده الأسئلة من اللي معانا. طيب عندي يومي بتقول ربنا يبارك لك يا دكتورة، بحب حضرتك جدا، حبك الله، أنا عندي بنات، عايزة حضرتك تقولي لي إزاي ربيهم خصوصا هم في مرحلة مراهقة. إن شاء الله إحنا وعدينكم إن إحنا هنتكلم عن مرحلة المراهقة وهنقسمها، المراهقة المبكرة والبنات هنعمل فيهم إيه، والمراهقة المتأخرة مع البنات، وبعدين نخش بقى على الأولاد بإذن الله. تابعي معانا الحلقات دي بإذن الله. طيب ربنا يرزقنا بأحلى، ربنا يبارك فيك، شكرا ليكم، ده أنتم اللي أجمل هدية، ربنا يصلح حال الأمة. أنا هحاول آخد اتصال، لا قبل الاتصال، قبل ما أستاذ أحمد زي ما أنتم عارفين يعني إيه هرينا بالاتصالات، خليني آخد سؤال من الأسئلة العظيمة اللي عندي لأنهم متأخرين وبتوع المرة اللي فاتت. السلام عليكم يا دكتورة، عندي مشكلة خطيرة ممكن تجاوبيني من غير. طيب حاضر. ليا أخوات بنات، تمام، زوج أختي إن لله. طب يا جماعة زوج أختي بيخون أختي مع أختها، اتكلمت كتير، وهو إنسان فاجر ما لا يهمه شيء، هو ساكن عندنا في بيت العيلة، أختي اللي هي مراته سلبية جدا وعرفت كل حاجة، لكن مش قادرة تاخد موقف معاه مع إن هي موظفة وكده، وما هيش في حاجة له، وانا قلت لها تتطلق بس هي مش راضيه، انا دمي محروق مش عارفه اتصرف. طيب خليني اقول لك على اجابه سؤالك. جوز اختك بيخون اختك مع اختك الثالثه، ماشي كده، فيعني دي كارثه. تعملي ايه وهي وزوجته عرفت وما خدتش موقف؟ انا بس
خليني برضو افنط الكلام عشان ايه الاسئله بتيجي كده والتوصيف. انتوا عارفين خيانه يعني ايه؟ طيب هل هي مجرد كلام، مجرد كلمات اعجاب، مثلا شات ما بينهم مثلا والامور ما تطورتش، استغفر الله، لا علاقه محرمه ولا اسم ولا الكبيره، ها؟ يعني تقسيمات المراحل عامله ازاي عشان كل مرحله ليها. لو هو الحاجات دولت كلها دون الكبيره سهل جدا الدنيا تتعالج، وان شاء الله بالاستغفار وبالتذكير بالله سبحانه وتعالى وبالكلام ده وعلاج بالصدمه هقول لك تعملي ايه. لكن لو الكبيره مصيبه لانه واقع في امرين حرمتين اتنين، حرمه الخيانه ذات نفسها وان ده خيانه حرام وان ده علاقه محرمه، وحرمه خيانه المحارم ذات نفسها، يعني بيبقى اسمه زنا محارم، كبيره فوق الكبيره. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن ربنا يسلم الأمة من الحاجات دي. طيب أنت كلمت أختك وهي قالت كذا، الله أعلم إيه اللي دار بينها وبين زوجها، خلينا نظن الحسن وأنا بعالج نفسيتك عشان التعب اللي أنت فيه. دلوقتي أختك الله أعلم واجهت زوجها إزاي وقالت له إيه وهو رد عليها إيه، طب أنا توبت، طب أنا آخر مرة، طب معلش، أصل أنت كنت مقصرة، طب كذا، أي كلام بقى من الكلام اللي بيفبركوه هي وزوجها وخلاص. مين يحاسب؟ الزوج. طب أختك تتحاسب ليها مراته؟ لا، خلاص ادام قالت ونصحت وعملت فطلعت من عنقها خلاص. طب ده جزء. الجزء بقى بتاع اختك الهانم الثالثه دي، الهانم الثالثه دي فين دي؟ مش متجوزه ولا متجوزه ولا ايه؟ والدنيا ماشيه ازاي؟ اعمل ايه تجيبيها الثالثه دي تقعديها كده اعملي علاج بالصدمه كده؟ فوقي يا حبيبتي فوقي، الله سبحانه وتعالى يراك ويرى فعلك ويرى كذا. واختك الخيانه في حد ذاتها مصيبه، ما بالك بقى ان دي اختك، هي الحاله النهارده مالها عامله ايه كده بس؟ اختك يعني اللي يصيبها كده لما بتتخبط، يقولوا لنا زمان كده يقول لك لما تتخبط اول حاجه بتقولها تقول اخ، اختك لحمك دمك، ما يؤذيها يؤذيكي، علاوه ان هي خيانه كمان لله سبحانه وتعالى انها كبيره بغض النظر يا اختك ولا لا. فتمسكيها من رقبتها كده وتنصحيها لله وتذكريها بالله وتخوفيها من الله عقاب مصيبه. والله والله لو عرف الناس اللي بيعملوا الكبائر واللي بيزنوا سواء زنا قول او نظر او لمس او فعل كامل، لو عرفوا يعني جزاء الزناه يوم القيامه في وادي اسمه اثامه. أثامة دي النار، النار بتستعيذ منه كل يوم 40 مرة. تخيلوا بقى أهل النار اللي في النار بيتعذبوا يقولوا لأصحاب أثامة دولت والله النار أهون علينا من الرائحة النتنة اللي طالعة من الوادي بتاعكم. أي عذابهم؟ النار تدخل في فروجهم اللي زنوا بيها، اللي زنوا بيها. أنا عايز أقول لك إن كتاب ابن القيم مخوفني جدا لأنه قال إن في زنا حقيقي وفي زنا مجرد. طب تحت أنهي طائلة؟ نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية للأمة. معظم الناس تحت الزنا المجرد، شات وكلام وبساط ومش عارفة وإيه ولمم، ها؟ غلط. تيجي النار في الفروج تحرق الفروج، تطلع خلاص متعلقين بقى كده وينزل الجلد والكلام ده ويطلع منهم، من تعرفين الحر بيطلع منه صديد. نسأل الله العفو والعافية يا رب، قولوا أمين. ينزل القح والصديد يعمل أودية في النار، ده شراب اسمه إيه؟ الخبالة. دي اللي بيشربوا منه أهل النار، استغفر الله. اللي بيتحرق بيبقى عايز يشرب ميه، يقول لك لو نسبه الحرق فوق 60% ما تدلوش ميه. عايزين يشربوا من الحرق، يشربوا ايه؟ استغفر الله. القح والصديد ورائحه نتنه تطلع من اسامه ده الا من تاب. واحنا قلنا النهارده التوبه تبقى عامله ازاي؟ ندم وعدم عوده وقفل جميع وسائل التواصل وابدا يا رب وتبت اليك ومش راجع واكفني بحلالك عن حرامك، هو ده. ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب. صلاه والعافيه مصيبه كبيره كبيره، محتاج التوبه بتاعتها، محتاج توبه كبيره عشان ربنا سبحانه وتعالى ثم يتبعه بعمل صالح وما يبقاش في قلبه لذه يا شفتوا ايام زمان الواحد كان مش مقطع السمكه وده، شوف كنت بروح ما اعرفش عند البيت مين وبنت مين وفي قلبه استغفر الله لذة المعصية. جيب أختك دي وقولي لها اللي أنا بقوله لك ده، سمعي المقطع دوت وخوفيها بالله وخوفيها بأثامة. كم لبستم يوما أو بعض يوم؟ 60 70 سنة أنتوا عشوها في الدنيا، يوما أو بعض يوم، ما بين صلاتين على المؤمن، ما بين صلاتين، فرق بين صلاتين الظهر والعصر 3 ساعات مش يوم كمان. كارثة. وايه بقى شاشه عرض؟ فضيحه، دي الكارثه الكبيره بقى، شاشه عرض كده على الخلائق كلها، يعرض الذنب اللي العبد عمله على الخلائق كلها في ارض المحشر، كل الناس شايفه، استغفر الله. سينما سينما، ما فيش بقى حذف
ولا في شايف، والناس شايفه، نسال الله العفو والعافيه، لا تجهروا ولا تكبروا ولا استغفروا واذلوا لله سبحانه وتعالى ثم يتبعوا بعمل صالح. اسال الله لك العفو والعافيه والنجاه يا رب. وسيبي اختك طالما يمكن الله اعلم زوجها وعدها بايه، يمكن تاب الى الله، يمكن كذا يمكن كذا، ما نعرفش. لكن هاتي اختك الثالثه دي وخوفيها بالله، خوفيها بالله، وخليها تصلي ركعتين توبه لله وتقول له يا رب انتهيت، انتهيت يا رب خلاص. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال. معانا منوره من الجيزه. السلام عليكم يا منوره. سامعاك يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحبك جدا يا دكتوره، بسمعك حلقات الله يبارك فيك حبيبتي، بس علمنا الصوت شويه يا شباب. بس انا عندي مشكله كبيره قوي وعايزه اكلمك، بس مش عايزه اجيب على الهوا. طب علي صوتك يا منوره عشان انا مش سامعاكي. عندك مشكله كبيره قوي، ايه المشكله؟ ها؟ مش عايزه اتكلم فيها على الهوا، بيني وبين جوزي. بتقول ايه؟ انا مش سامعه. طب خلاص يعني هنا الاتصال تاني، بنبه عشان بس ايه، هنا الاتصال يا جماعه اللي بتتفرجوا على بيوت منوره، الاتصال الرقم على الشاشه ده واتس، انتوا عندكم مشكله هتقولوها لي على الشاشه واحنا نحلها. الخاص المشاكل الجامده اللي مش عايزين تقولوها وتعملوا اكونتات فيك ولا ايه، الاكونت اتقفل بعدين عندكم الاسك. عامله يوم مجاني بس مباشر على اليوتيوب وعلى الصفحه، كل ده الحاجات اللي ممكن يتجاوب عليها. اما ترتيب الاسئله الغير متاحه والكلام ده، ده مش مجاله هنا، تمام؟ فاللي بتتصل تتصل عشان تقول مشكلتها عشان ما نضيعش وقت الاخرين. اللي بعد معانا ايمان من البحيره. السلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتوره. معلش يا دكتوره بس تسمعيني. عينيا ليك. انا الله يكرمك يا رب يا دكتوره. انا عندي انا بقالي 16 سنه متجوزه. تمام. ماشي. عندي 3 بنات. مشيت بما يرضي الله مع جوزي ومع اهل جوزي، وانا في بيت عيله ومقضيه زي 10 ساعات او 12 ساعه في البيت تحت مع حماتي وحمايا، وما قصرتش مع اي حد خالص. تمام. المشكله ان دلوقتي كان هما مشكلتي مع جوزي اولا، ان انا قبل ما يخطبني اول ما جاني اول مره قلت له لو سمحت انا بتشرب سجاير، قال لي لا. قلت له طب الحمد لله، ما حطيتهاش شرط ولا حطيت اي حاجه، ماشي. بس انا ما كنتش بحب، واخدت الكلام منه بثقه، ماشي. بعد الجواز على مدار 16 سنه، يعني يمكن 10 15 مره، عرفت ان هو بيشرب سجاير. فكل مره كنت بتكلم معاه بلاش كده، انا ما بحبش كده، صحتك، بناتنا، مش عارفه ايه، مصر برضو عليها، ماشي. لحد ما اخر مره حصلت مشكله جامده بيني وبينه، انا يعني اتكلمت معاه وقلت له مش هينفع نكمل معاك على كده، لانه انا مش عارفه اعيش معاه. انا ما بحبش مش حب السجاير لا، بس انا شايفه انسان نظيف، مش عارفه اتاقلم مع يعني اعيش مع انسان بيشرب سجاير، مش قادره حتى يلمس، مش قادره حتى نتكلم معاه، ماشي. حلف لي على المصحف ان هو ما هيشربها تاني. بعد الحلفان ده اكتشفت برضو ان هو شربها تاني. طيب ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني ان انا كنت مع حماتي بقالي 16 سنه، فتعبت صحيا، ما بقيتش قادره، بناتي دلوقتي بقوا محتاجيني اكتر، صحيا ما بقيتش قادره اخدم فوق وتحت. فدلوقتي قلت لهم انا عايزه بس انفصل شويه وهشوف برضو حماتي وهنزل لها واعمل لها اللي هي عايزاه وكل حاجه، رفضوا رفض تام. ماشي. فمش عارفه بقى اتصرف ازاي يا دكتوره. طيب اسمعيني يا امان. السؤال الاولاني موضوع السجاير، انا بس اللي يعنيني اللي انا يعنيني في موضوع السجاير ده ان 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 هو كذب عليكي، يعني المفروض هو يكون صادق. بس انا عايزه اقول لك يعني 15 سنه او 16 سنه 10 15 مره على كل سنه سجاره، يعني لو هنحسبها بالنسبه كده، طبعا ده لا يبرر. ممكن الارتباط الذهني عند الشباب وعند الرجاله موضوع السجاير حاجتين، لما اكون متوتر اشرب، ماشي، او في حاجه مضايقاني فاشرب عشان انسى، او علامات الرجوله، لاني كان في فتره كبيره جدا جدا من افلام السينما انك عشان كبرت وبقيت راجل فانت بتشرب سجاير، تمام كده. الثلاث حاجات دي، هل هو مثلا ما بتحصل عنده ازمه بيحصل كده، فاحنا نعالج المشكله، لان يعتبر الشرب ده
بالنسبه له عرض مش 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 مدمن يعني. تاني حاجه بقى الاساليبك، انا بحبش بتبقى ريحتك مش عارفه ايه، طب انا كذا ممكن ارجع مش عارفه ايه بيحصل، وانا بحب اتقرب منك، يعني الكلام بتاع النساء الطيب اللي تخلي زوجها لا هي ما اذاهاش في حاجه زي كده. واشوف الاسباب، هو متضايق ولا متوتر ولا مضغوط ولا عنده احساس بنقص في 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 في, في نظرته لنفسه الشخصيه والثقه بالنفس والكلام ده فبيشربها عشان مش عارفه ايه كده يعني. فلما اعرف السبب نعرف نعين. والدعاء ودايما اقول ادعو الله وسمعيه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا زوجي الحبيب ان ربنا يعافيك من السيجاره. الحمد لله انها ما بتتحشش ومش عارفه بتحصلها يعني ايه، الحمد لله ان هي الدنيا كده بس يعني. لكن طبعا اللي بيبقى عايز رضا ربنا لا ضرر ولا ضرار، وهي برأي الفتوى وبنص الفتوى من الخبائث وما ينفعش ان احنا نعمل. وبيبقى ضعيف العبد اللي بيبقى ماسك سيجاره ولا ماسك حاجه، بيبقى مرتبط بيها يعني شهوته غلباه اكتر من نفسه، ما عندوش قوة مثلا أو إصرار أو عزيمة أنه يسيب الأمر ده. بس في ناس كتيرة عملت ونجحت، فنعرف الأصل وبالراحة معاه. موضوع حماتك، أنا بتكلم مع زوجي اللي 12 ساعة في البيت وأنا برفض الكلام ده يا جماعة. أنا بقول لكوش ما تنزل، لا انزلي وساعدي حماتك وقدم له عيشة مشتركة وناس مبسوطة وما فيش أي مشاكل وناس محترمينك ما فيش مشاكل، لكن ما بتبقاش ل 12 ساعة. لازم المرأة والزوجة تحس أن لها بيت ولها مملكتها ولها شقتها. أخلص مع حماتي الحاجة، نخلص 3 4 5 ساعات حلو جدا، 3 ساعات يعني 9 ل 12 بننزل نخلص الدنيا والاكل والحاجه، ولو في ترتيبات وكذا اطلع فوق اشوف شقتي اشوف حالي اشوفي نفسك شوفي اولادك شوفي حضري مفاجاه لزوجك وهو جاي، تنزلي لهم تاني مثلا تحطي غدا وتعملي وتخلصي وبعد كده تقعدي معاهم تتسامروا لحد زوجك ما يجي. يعني ما يبقاش انه لازم من الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه، وان انا من 7 الصبح لحد بالليل لما هم يناموا، لا ده مش شرط ولا لازم عليكي ولا فرض عليك. وكلمي زوجك في كده، قولي له انا مش شو انا عايزه ابقى في بلاد، حقك حقك ان يبقى لك بيتك ومملكتك الخاصه. تتكلمي معاه في الكلام ده وكلميه بالشرع ان ده ليا كذا وكذا، وانا بعمل كده فضل مني، فانت ما تخليهوش فرض عليا، ما تخليهوش فرض على انه بيقلب بعد كده حتى عشان نفسيتك. ادعو الله سبحانه وتعالى توصلوا الحل ويبقى عندكم يعني الصلاح الكامل، اللهم امين. معانا ام محمد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. احب حضرتك اول نور. احبك الله يا محمد، ربنا يبارك فيك. بس علي صوتك بس شويه. حاضر. انا بس عندي مشكله كنت عايزه اخد راي حضرتك. لا مش سامع حاجه خالص يا شباب، مش سامع. علي صوت في الاستوديو حتى. احب حضرتك اول نور. الحمد لله يا محمد، ربنا يبارك فيك. بس علي صوتك بس معايا يا دكتور؟ سامعاكي. كلميني بس من التليفون وطي التلفزيون، اتفضلي. حاضر. بقول لحضرتك عندي مشكلة عايزة أخد رأيك فيها. اتفضلي يا حبيبتي. أنا كان عندي أخت 4 سنين توفت. تمام. ماشي؟ من ساعة ما توفت بقى لها سنة دلوقتي. وأنا مش طبيعية زي الأول. إيه إيه، كان عندك أخت ولا بنت؟ أخت. أختك سنها 4 سنوات؟ طفلة يعني. بعد ما توفيت وانا مش طبيعيه خالص زي الاول. فرق سن بينك وبينها كام سنه يا ام محمد؟ فرق سن بينك وبينها كام سنه؟ حوالي 15 سنه. تمام. ووالدك ووالدتك موجودين؟ انا موجودين ايوه، انا متجوزه وعندي طفلين. طيب قولي لي بقى الحالة النفسية اللي انت فيه، الحالة النفسية ايه اللي بتفتكريه او ايه اللي بيحزنك ساعة ما بتفتكريه او ايه اللي بيخليكي تفتكريها وتحزني كده؟ مش بحزن يعني، انا مش طبيعية دايما خايفة، خايفة على اولادي. خايفة على جوزي، بقيت حاسة ان الموت ده خلاص جاي. الموت ذات نفسه يعني. على اولادي وعلى جوزي. هي كانت مريضة ولا ماتت ازاي؟ لا كانت طبيعية عادي، ماتت كده موت فجأة يعني وقاعدة معانا. طيب طيب، فالخوف من الموت عامة يعني دلوقتي بقيت خايفة يعني على أولادي وجوزي، دلوقتي بقيت خايفة على نفسي يعني، بقيت حاسة إن أنا هموت وأسيب ولادي. طيب هقول لك عشان إحنا قدامنا دي عايزين خايفة ومنهارة. هقولك. حاضر يا ام، هقولك يا ام محمد. بصي سمعت ايه؟ سمعت كمان يعني المدة يحس قبلها ب 40 يوم. لا 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 اسمعيني 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 يا محمد، خديني بس دقيقة ولا نص دقيقة.
اولا جميل ان انا يعني اكثره من ذكر هادم اللذات. ليه النبي عليه السلام وصل الوصيه دي؟ عشان يبقى قلبنا قلب حي. وروحوا نشوف المقابر كان نهيتكم عنها، لكن دلوقتي روحوا، بس تروح النساء معاها محرم. ليه؟ عشان القلب يعني هي دي، يبقى قدامنا الموت مرحلة لما بعده. احنا هنا ضيوف في الدنيا، في الضيوف رايحين فين؟ من الموت مرحلة، ودي الغيبية الوحيدة. كل الغيبيات ما بنعرفش نشوفها، الا الغيبية الوحيدة هي الموت، هي الوحيدة اللي بنشوفها قدام. ليه؟ عشان الحياة الاخرة هي دي الحياة الثابتة. فانت هنا بس عشان خاطر هناك، عشان خاطر الاخر. فعندك موضوع الموت عشان يدفعني لعمل ذكر الموت وهدم اللذات. ما اقعدش منكسر واقعد خايف واقعد كذا، لا. الاولاد ولا الزوجة دي لله عندي، اولادي دول عندي. من الاولاد كام عندي؟ اتنين، عندي تلاتة، عندي لله، عندي اتنين من الاولاد لله، عندي اربعة من الاولاد مش احنا بس مسترعين عليهم، فان اجلا ام عاجلا. لكن احنا الخوف من الحاجه المستقبليه اعالجها بحاجتين. اولا ان انا اعمل عمل صالح يخليني ساعه لما يجي الموت او هدم اللذات ده انا ابقى مستعده، ابقى متصدقه، مصليه الصلوات، عامله قراني وردي، مطيعه ربنا سبحانه وتعالى، طيعه زوجي، بربي اولادي التربيه الصحيحه، بحيث لما اجي اقول يا رب يعني هذا جهدي. والامر الثاني العمل اللي يدفعني للاخره. الامر الثاني ادعو الله سبحانه وتعالى، انا خايفه من حاجه تحصل في المستقبل، خايفه على اولادي يحصل لهم كذا، خايفه على زوج، خايفه على نفسي يحصل لي كذا ولا كذا وكذا. لازم احدث توبه كل يوم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتوب 70 مره في اليوم، وكان بيصلي لحد ما تتورم قدماه. والامر الثاني يدفعني، يدفعني يا بنتي، خلي الخوف ذات نفسه ده يدفعك لعمل، ما يبقاش هو بس انا لا لحد هنا محلك سر وكده خلاص وانا خايف. وادعي بايه؟ باسم الله اللطيف يلطف بك فيما جرت به المقادير. اللي خايف من حاجة في المستقبل يدعي بده، اللهم أسألك باسمك اللطيف أن تلطف بي يا رب فيما جرت به المقادير، تحسن لي الخاتمة يا رب، ويبقى دايما ختمتنا خير. أدعو الله سبحانه وتعالى الوقت خلص أنه يبارك لنا ولكم، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات